معنا في هذا اللقاء إمام كبير وعلم من الأعلام وصاحب مذهب فقهي واسع الانتشار، وهو يعد أول من أو من أوائل من دون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جاء بعده قد أخذ عن كتابه وزاد عليه واختصر إلى غير ذلك. هذا هو إمام دار الهجرة أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي عليه رحمة الله رحمة واسعة. يقول عنه الذهبي رحمه الله: كان هذا الإمام من الكبراء السعداء والسادة العلماء، ذا حشمة وتجمل وعبيد، عنده عبيد كثر، كان ممن وسع الله تبارك وتعالى في المال. قال: ودار فاخرة ونعمة ظاهرة ورفعة في الدنيا والآخرة، وكان يقبل الهدايا ويأكل طيبا ويعمل صالحا، وما أحسن قول ابن المبارك فيه: صموت إذا ما الصمت زين أهله، وفتاق أبكار الكلام المختم، وعى ما وعى القرآن من كل حكمة، وسيطت له الآداب باللحم والدم. إمام دار الهجرة الذي أصبح اسمه مثلا لا يفتى ومالك في المدينة، هذا الإمام الكبير العلم الجبل المحدث الثقة الثبت أبو عبد الله مالك ابن أنس. من هو مالك ابن أنس عليه رحمة الله؟ هو مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر ابن عمرو ابن الحارث ابن غيمان ابن خثيل ابن عمرو ابن الحارث الأصبحي الحميري أبو عبد الله المدني إمام دار الهجرة عليه رحمة الله. يقول عنه ابن أبي حاتم: كان مالك رحمه الله أول من انتقى الرجال من الفقهاء بالمدينة، كان شديدا في نقل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حريصا أشد الحرص على التثبت، ورعا في نقل نصوص الكتاب والسنة وفي الفتيا في شرع الله تبارك وتعالى. قال: وأعرض عمن ليس بثقة في الحديث، ولم يكن يروي إلا ما صح، ولا يحدث إلا عن ثقة مع الفقه والدين والفضل والنسك. يكفيك أخي الحبيب أن تعرف أن أصح الأسانيد عند العلماء والإسناد، ونحن أمة الإسناد، وقلنا مرارا وتكرارا الإسناد ودراسة الأسانيد غير موجود إلا عند أمة الإسلام، وتحديدا عند أهل السنة والجماعة الذين حفظوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا علم شريف جليل القدر لا يستطيعه أي أحد، لا يقدر عليه إلا الفحول من الرجال، علم الجرح والتعديل وعلم الحديث وهذه الصناعة الحديثية العظيمة التي تغربل الأحاديث التي جاءت والآثار، فتقول هذا صحيح وهذا ضعيف. يكفيك أن تعرف أن أصح الأسانيد سلسلة الرجال، هذا هو الإسناد، فلان عن فلان عن، هذا هو الإسناد. أصح الأسانيد بل يسمى بالسلسلة الذهبية هي مالك عن نافع عن ابن عمر، طبعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه سلسلة ذهبية تسمى بالسلسلة الذهبية وتسمى بأصح الأسانيد، مالك عن نافع عن ابن عمر. نافع هو مولى عبد الله بن عمر، وابن عمر هو الصحابي الجليل عليه رضوان الله تعالى. إذن هذا اسمه. أما عن مولده فقال الذهبي رحمه الله: ولد الإمام مالك على الأصح في سنة 93 من الهجرة، وسبحان الله من تقدير الله سبحانه وتعالى القدير أن في هذه السنة
في سنة 93 من الهجرة توفي فيها الصحابي الجليل أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الإمام الكبير نشأ في بيت فيه شيء من الرفاهية والترف، أو لا أقول ترف، أقول فيه شيء من الرفاهية، من أسرة ميسورة الحال، فنشأ في الرفاهية والنعيم منذ نعومة أظفاره، فزاده الله تبارك وتعالى نعمة على نعمة. أما عن صفته الخلقية فعن مطرف بن عبد الله قال: كان مالك بن أنس طويلا عظيم الهامة، عظيم الرأس، أصلع الشعر، أبيض الرأس واللحية، شديد البياض إلى الشقرة. كان جميلا، طويل القامة، أبيض شعر اللحية والرأس، بياضه يميل إلى الشقرة، كان أشقرا، فكان مهابا، حسن الوجه، حسن المنظر، وهذه كما قلت من النعم التي يمن الله تبارك وتعالى بها على الإنسان. فانظر إلى هذه النعم التي من الله بها على هذا العبد والرجل الصالح، نحسبه كذلك والله حسيبه، على وعلى ما من به عليه من الحديث والفقه والورع والعبادة والزهد والإمامة في الدين، أيضا آتاه ما شاء الله تبارك وتعالى من عطايا ونعم هذه الدنيا، أن وسع عليه في المال، فكان من أكثر الناس مالا وعبيدا، وكان من أجمل الناس بيتا وثيابا، زد على ذلك كان من أجمل الناس سورة وخلقة، فكل هذه النعم، وربك تبارك وتعالى سبحانه وتعالى لا راد لأمره، ويمن على من يشاء من عباده. كذلك يقول عيسى ابن عمر المدني قال: ما رأيت بياضا قط ولا حمرة أحسن من وجه مالك. وهذا البياض هو البياض المحمود، أن يكون البياض مشربا بحمرة، أما البياض الذي يكون أبرض أبيض يميل إلى 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 البهاق أو البرص فهذا مذموم عند الناس، البياض الممدوح والذي يكون مشربا بحمرة، كما كانت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضها الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات عليها رضوان الله تعالى، كانت يلقبها صلى الله عليه وسلم أو ناديها بحميراء، حميراء تصغير حمراء وليس تصغير حمارة كما يقول هؤلاء الزنادقة سبابة الصحابة عليهم من الله لعائنه المتتابعة، هذا كافر، الذي يطعن في عرض الصديقة كافر خارج عن ملة الإسلام. لما إلى علمي أحد الفضلاء يقول هذا الخبيث المدعو ياسر الحبيب اللي كان في الكويت عندنا اللي سجن وطلعوه أو هرب أو سقط اسمه سهوا، قل ما شئت، المهم خرج، يقول الآن البارحة وقبل يوم أو يومين في وعايش في لندن الآن يحتفل مهرجان ليلة 17 من رمضان، يقيم احتفال، لماذا؟ احتفال بيوم موت عائشة. انظر إلى هذا الضلال المبين، انظر إلى هذه الزندقة والخبث، انظر إلى هذا الإيذاء للحبيب صلى الله عليه وسلم، كيف يؤذونه في زوجته وفي عرضه، ثم يدعي هذا الخبيث ومن كان على شاكلته من الزنادقة هنا في الكويت وخارج الكويت، يدعون أنهم ينتسبون لآل البيت وأنهم يحبون آل البيت، ثم يطعنون في عرض الحبيب صلى الله عليه وسلم ويرفعون الشعارات عائشة في النار، هكذا عائشة في النار، وله كلام يقف شعر الإنسان إذا تكلم به أو إذا سمعه، هذا لا شك أنه كافر خارج عن ملة الإسلام، ومن رضي بحاله كافر خارج عن ملة الإسلام، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدل، ولا أتردد في قول كافر،
نحن لا نكفر إلا من كفره الله ورسوله، وهذا لا شك أنه كفر بواح، فقد اتفق العلماء على أن من كذب آية أو حديثا كفر بإجماع الأمة. الله عز وجل يبرئها. عشر آيات أنزلت في سورة النور يبرئها مما رماها به الأفاكون المبطلون، ثم يأتي هؤلاء الزنادقة يقولون لا كفرت وارتدت وهي في النار، كما يقول هذا الخبيث ياسر الحبيب الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها ساعة إجابة في هذه الأيام، أن يشل لسانه وأن يشل أركانه وأن يرينا فيه ومن وافقه عجائب قدرته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لذلك مصيبة كارثة طامة، وأن يأتيك أناس من يدافعون عن هؤلاء يقول لا يا أخي الوحدة وطنية. أي وحدة وطنية يا حبيبي؟ ما الذي بقي من ديننا إذا جوزنا الطعن في الصحابة؟ لن يبقى عندنا شيء محترم. ترضى أحد يتكلم في أمك؟ أتقبل أن يطعن طاعن في أمك؟ مستحيل. لو نما إلى علمك أن شخص في أقصى الدنيا أرسل إليك إيميل يشتم أمك، ماذا تكون ردة فعلك؟ تكاد أن تنفجر. لو كان الأمر متاحا لك لذهبت إليه في أصقاع الدنيا ولقلبت الأرض على رأسه، فكيف والأمر ليس في أمي ولا أمك ولا جدتي ولا جدتك، في زوج الحبيب صلى الله عليه وسلم التي توفي ورأسه بين صدرها ونحرها؟ يأتي هذا الخبيث الزنديق ومن وافقهم بعض عظام السلمة يدافعون عنه، ولا حرية شخصية. الطعن في الصحابة وأمهات المؤمنين حرية شخصية. ولذلك قلت ذلك مرارا وتكرارا وقاله من هو أفضل مني، أن الطعن في الصحابة خط أحمر مقدم على كل شيء، مقدم على العرض، على القبيلة، على العائلة، على الجنسية، على الوطنية، على الأرض، على كل شيء مقدم عرض الصحابة وأمهات المؤمنين. أرواحنا وأعراضنا ودماؤنا وأموالنا وأهلونا فداء لهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لأنهم ببساطة ما نحن فيه الآن من خير، أصبحنا موحدين وننعم بهذا الدين العظيم وقراءة القرآن في الصباح والمساء، كل ذلك بفضل الله أولا ثم بفضلهم ثانيا. من الذي أوصل؟ ليكون أوصل هذا الدين بس الطبرسي ولا الطوسي ولا الخميني ولا خامنئي ولا من الذي أوصل هذا الدين؟ ومن الذي حفظ هذا الدين؟ ومن الذي فتح الدنيا؟ ومن الذي أخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد؟ من هم في تاريخهم القديم والحديث؟ ما فتحوا سنتيمتر واحد ما فتحوا من الدنيا، بل على العكس طيلة تاريخهم الأسود المظلم كانوا شوكة في خاصرة هذه الأمة في القديم والحديث. لكن مشكلتنا أمة ما تقرأ ولا نعتبر من التاريخ إلا من رحم الله. اقرأوا أيها الإخوة، اقرأوا تاريخكم القديم والحديث حتى تعرفوا موقف هؤلاء، حتى يتبين لكم الصادق من الكاذب، حتى يتبين من الذي ينصر الدين من الذي يكيد للدين. لذلك أقول وأوصيكم بدعائكم قبيل الإفطار ودعائكم في السجود وفي الثلث الأخير، أوصيكم وأحملكم هذه الأمانة
أقل شيء نقدمه نصرة للصحابة ولآل البيت ولأزواج النبي، أقل شيء نقدمه أن ندعو على هؤلاء الطاعنين، أن ندعو عليهم، لأنهم تجاوزوا الحدود بكثير بكثير. والله أن الذي يقوله هؤلاء من أمثال ياسر الخبيث وغيره من أعضاء مجلس الأمة الآن وغيرهم هؤلاء المتطرفين، والله لا يبلغ عشر معشار الذي قاله أبي بن سلول، لا يبلغ عشر معشار ما يقوله هؤلاء. أبي بن سلول رأس المنافقين، طعنه في النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحابته وآل بيته وأمهات والله لو جمعناه كله، بل لو جمعنا كلام أبي جهل وأبي لهب وأمية بن خلف وجميع الكفار والمنافقين لن يبلغ عشر معشار ما يتفوه به أولئك هؤلاء الزنادقة. لذلك أوصيك أخي الحبيب وأنت في هذه الأيام بسهام الليل، فإن سهام الليل لا تخطئ ولكنها لها أمد وللأمد انقضاء، أن ترفع يديك بإخلاص ولتعلم أن هذا قد يكون، ولا أتألى على الله، أقول قد يكون وأرجو من الله أن يكون أعظم الأعمال أو من أعظم الأعمال التي تبيض وجهك في ذلك اليوم العظيم، وأن تأتي بصحيفة قد سطر بها نصرتك لأصحاب النبي ولأزواجه. ارفع يديك وادعو على هؤلاء، فإن الله يقول في كتابه الكريم إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. يظن هذا الحشرة ياسر الحبيب، هؤلاء الحشرات يظنون أن لهم سيسلمون من عقوبة الله تبارك وتعالى، لا والذي رفع السماء بغير عمد. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. والقصص والشواهد كثيرة كيف أن الله انتقم ممن تطاول على هؤلاء الأبرار الأخيار الذين توفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو عنهم راض، والذين رضي الله عنهم وبشر ثلة منهم مباركة بجنات النعيم، ثم يأتي هؤلاء الزنادقة كأمثال هذا الخبيث يقول أبو بكر في النار وعمر في النار وعثمان في النار وعائشة في النار وطلحة في النار والزبير في النار والخميني في الجنة والطوسي في الجنة وابن العلقمي في الجنة. شوف سبحان الله كيف يتبعون الشيطان ويعارضون كلام الرحمن. إذن لذلك أوصيكم، وهذه حقيقة غصة في نفسي وفي نفس كل مؤمن، أوصيكم إخواني بالدعاء والإلحاح أن يرينا الله تبارك وتعالى عجائب قدرته في هؤلاء الزنادقة. نحن لا نقول عوامهم جهلة لا يعرفون شيئا أبدا كقطيع الغنم. نسأل الله أن يهديهم وأن يبصرهم، نرجو الهداية لكل أحد، لكن هؤلاء الزنادقة، هؤلاء الأحبار والرهبان المجرمون، هؤلاء لا شك أنهم يعرفون الحق بأعينهم، ولكن طمس الله على بصيرتهم وقلوبهم، حال الله بينهم وبين الحق، فضلوا الخمس والمتعة وهذه الأقذار على جنات النعيم. لكن نقول لهم الموعد في ذلك اليوم العظيم، الموعد عندما تكشف السرائر وتنشر الدواوين ويؤتى بهؤلاء الذين ليس لهم عند الله من خلاق، ويوقفون في محكمة أعدل العادلين، فيكون خصمهم من؟ أبو بكر وعمر وطلحة والزبير وعائشة، وقبل ذلك سيكون خصمهم سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم.
هل يرضى نبينا أن يشتم أصحابه أو أن يطعن في عرضه؟ أبدا. لذلك أخي الحبيب أوصيك ونفسي بالإلحاح تحت خطين، ألح على الله كما تلح عليه في قضاء حاجة من حوائجك، ليكن هذا أعظم، هذا أقدم، أقل ما تقدمه لأولئك الأخيار الأبرار، ووالله فيه رضا لله تبارك وتعالى. نعود مرة أخرى وأحاول أختصر الكلام في سيرة هذا الإمام الكبير الإمام مالك عليه رحمة الله، الذي جرنا حتى لا أنسى عندما قلت كان يلقب النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله تعالى عنها حميراء. هذا ليس تصغير حمراء، ليس تصغير حمارة، هم عجم لا يفهمون اللغة العربية، وأبعد الناس عن فهم اللغة العربية، إنما المقصود حميراء تصغير حمراء، لأن وجهها كان أبيضا مشربا بحمرة، وهذا البياض الذي يكون فيه الكمال، أما البياض الذي يكون فقط بياض يعني ناصعا غير مشرب بحمرة هذا يذم ولا يحمد. فالإمام مالك رحمه الله كان كذلك بياضه مشربا بحمرة. أثنى عليه العلماء ثناء عظيما، يقول عنه الإمام الذهبي رحمه الله: وطلب مالك العلم وهو ابن بضع عشرة سنة، يعني عمره 16-17-18 سنة، في هذه الحدود بدأ يطلب العلم عليه رحمة الله. قال: وتأهل للفتيا وجلس للإفادة وله 21 سنة. تصور، يعني طلب العلم وهو ابن بضع عشرة سنة، ثم سنوات قليلة عندما بلغ 21 سنة، صغير لا يزال، ولكنه تأهل. وعادتهم في السابق أنه لا يسمح للطالب أن يجلس للتعليم أو للإفادة والفتيا إلا بعد أن يؤذن له من مشايخه، لابد يؤذن له، يعني يزكيه مشايخه ويقولون بأنك الآن تأهلت لأن تجلس للفتيا والإفادة، فيسمحون لهم بذلك. إذن هو تأهل مبكرا، وذلك لما أتاه الله عز وجل من سعة للفهم وقوة في الحفظ والذكاء، سبق أقرانه فجلس للإفتاء والتحديث ولا يزال في هذه السن المبكرة. يقول الذهبي رحمه الله في تتمة كلامه: قال: وحدث عنه جماعة وهو حي شاب طري، وقصده طلبة العلم من الآفاق في آخر دولة أبي جعفر المنصور وما بعد ذلك، قال: وازدحموا عليه في خلافة الرشيد إلى أن مات. يعني ليس فقط الإمام مالك بزغ نجمه وعلى صيته وهو في هذه السن المبكرة، ليس فقط أتاه طلاب العلم من المدينة، لا، إنما ضربت له كما يقال آباط الإبل لمسافات طويلة من الآفاق، البلاد البعيدة، طارت شهرته كل مطار وفي كل مكان، فأتوا إليه وأخذوا العلم عنه. يقول عبد الله بن المبارك: قال: ما رأيت رجلا ارتفع مثل مالك، ليس له كثير صلاة ولا صيام إلا أن تكون له سريرة، أن يكون الإنسان بينه وبين الله تبارك وتعالى له سريرة. فقال: ما كان يظهر لنا، يقول المبارك وهو أحد من أخذ عليه، قال: ما كان له يعني فيما يظهر لنا كثير صلاة وصيام، وإلا ومع ذلك رفعه الله عز وجل هذه الرفعة العظيمة، فلا يكون ذلك إلا إذا كانت له سريرة وخبيئة بينه وبين الله عز وجل في عبادة السر. وقال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي، يعني أحمد بن حنبل: من أثبت أصحاب الزهري؟ قال: مالك أثبت في كل شيء، والثقة الثبت، الحجة الإمام عليه رحمة الله. وقال الشافعي رحمه الله في كلمة مشهورة:
قال إذا ذكر العلماء فمالك النجم، إذا ذكر العلماء فمالك النجم. هذا كما قيل عن أظن عن الشعبي أو عن من مرت معنا ترجمته، أنه قيل عنه أن العلماء يكونون عنده تلامذة. فالشافعي يقول إذا ذكر العلماء فمالك النجم بين هؤلاء العلماء. طبعا الشافعي ممن أخذ عن مالك، وقلنا سبحان الله من تقدير الله عز وجل أن مالك أخذ عن أبي حنيفة، وكذلك الشافعي رحمه الله أخذ عن الإمام مالك، والإمام أحمد أخذ عن الشافعي رحمة الله عليهم أجمعين، وهذا سبحان الله جميع هؤلاء أصحاب الأئمة أو أصحاب المذاهب الفقهية المعروفة. وعن سفيان بن عيينة قال مالك عالم أهل الحجاز وهو حجة على زمانه. وقال الذهبي رحمه الله كان عالم المدينة في زمانه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت وعائشة رضي الله تعالى عنها، ثم عبد الله بن عمر، ثم سعيد بن المسيب إمام التابعين، ثم الزهري، ثم عبيد الله بن عمر، ثم الإمام مالك. هو عالم المدينة في زمانه بلا منازع عليه رحمة الله. كذلك يعني مما قيل في الثناء عليه والثناء على علمه ما قاله عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، قال أئمة الناس في زمانهم أربعة: الثوري ومالك والأوزاعي وحماد بن زيد، ثم قال وما رأيت أحدا أعقل من مالك عليه رحمة الله. كان هذا الإمام مما تميز به وله مناقب كثيرة وسجايا عظيمة، كان من أعظم ما تميز به توقيره لسنة النبي صلى الله عليه وسلم توقيرا عظيما، حتى إنه كان إذا أراد أن يحدث بالحديث مجلس التحديث اغتسل وتطيب وسرح شعره ولحيته ولبس عمامته، يعني كأنه خارج إلى عيد في كل مجلس، ويجلس ثم يأمر بالقارئ أن يقرأ من كتابه العظيم الموطأ أو من كتبه الأخرى ممن دونها وكتبها، ثم يعلق إذا أخطأ هذا القارئ أو يصحح له أو يبين معنى حديث أو ما شبه ذلك. إذن هذا حقيقة يدل دلالة واضحة على تعظيمه لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول عن ابن أبي أويس قال كان مالك إذا أراد أن يحدث توضأ وجلس على صدر فراشه وسرح لحيته وتمكن في الجلوس بوقار وهيبة، ثم حدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل له في ذلك، يعني ربما سأله بعض المحبين وبعض الحضور كأنهم يعني لاموه أو عاتبوا أو استفسروا لنقل أحسن عن هذه القضية، يعني تتوضأ وتتجمل ثم تحدث، فماذا قال؟ قال أحب أن أعظم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحدث به إلا على طهارة متمكنا. قال وكان يكره أن يحدث في الطريق، يعني هو ماشي جاء شخص مثلا وسأله قال حدثني بحديث لا يحدثه، يكره. طبعا هذا ليس بحرام، الله عز وجل يقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ليس حرام أن يذكر الإنسان ربه قائما أو على أي هيئة كانت، لكنه لا تطيب نفسه. والقضية ما هي متعينة، ما هو أمر ضروري الآن، أمر نفل طلب علم. فلذلك كان يكره أن يحدث في الطريق وهو قائم وهو مستعجل، فقال أحب أن يفهم ما أحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. طبعا هذه حقيقة فائدة نسوقها لبعض الناس الذين لا يوقرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أنا لا أقول يستهزئون، لا، هذا ليستهزئ مصيبة. من قد اتفق أهل العلم أن من استهزأ بشيء من دين الإسلام يعد هذا ناقضا من نواقض الدين. هذا بنص القرآن الكريم كما قال الله سبحانه وتعالى حال المنافقين
ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. استهزاء، سوالي في علوم. قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لذلك دائما نقول لبعض الإخوة اللي يعني يحب النكت أو يحب يعني بطبيعتي كما يقال دم خفيف، يحب يستظرف ماشي، لكن هناك حدود. قل يا حبيبي احذر أشد الحذر، لا يجرنك الشيطان إلى هذا الأمر الخطير الذي تجازف بإيمانك وإسلامك عندما تستهزئ وتتندر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، باللحية أو بالثوب القصير أو بالسواك أو بالنقاب أو بأي شيء. بأي شيء لو استهزأ يعد من نواقض الدين، لابد أن يحذر الإنسان أشد الحذر. أقول لا نتكلم عن هؤلاء، نتكلم عن الذين لا يوقرون. يعني تقول له والله مثلا حديث ربما يعني لا يستمع إليه بإنصات أو يقاطعك، هذا كان أمرا عظيما عند السلف. إذا تكلم أحدهم بحديث، يعني عبد الله بن عمر مع أحد أبنائه أظنه سالم، عندما ساق عبد الله بن عمر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم، فقال ابنه قال والله لنمنعهن يتخذنه دغلا. الدغل هي البستان، يعني كثير الأشجار، بحيث لو دخل فيه الداخل وعمل أي شيء حتى لو كان أمرا مشينا لا يرى من كثرة أشجاره، هذا هو الدغل. فكأنه يعقب على الحديث، قال والله لنمنعهن، يعني مما رأى من تفلت النساء في زمانه، الله المستعان، لو رأى زمانا ربما يغمى عليه. فقال يتخذنه دغلا. هنا لم يتحمل عبد الله بن عمر هذه المعارضة، ما تحملها. قال أقول لك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا، وأنت تقول لنمنعهن. يعني قد يكون عنده وجهة نظر لكن ليس بهذه الطريقة. فقاطعه ولم يكلمه أياما عقوبة له. إذن توقير حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم، توقير كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا طبعا عن القرآن العظيم. لذلك كانوا يعظمون، هذا مثال، كان لا يحدث إلا تطيب تجمل، جلس تهيأ للتحديث بكلام الحبيب صلى الله عليه وسلم، بل قال كلمة كما ذكر ذلك معن بن عيسى، قال كان مالك بن أنس إذا أراد أن يجلس للحديث مجلس الحديث اغتسل وتبخر وتطيب، فإذا رفع أحد صوته في المجلس زجره، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول، الآية. إذن كيف استشهد بهذه الآية وجعلها آية حية باقية، يعني أثرها باق، خلاف لما يظنه بعض الناس أنها فقط في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا، حتى في حديث توقر حديثه عليه الصلاة والسلام، توقر سنته وإن كنت مقصرا فيها، وكلنا مقصر، لابد أن توقرها، أن تعظمها، أن تحترمها، لأنها سنة سيد ولد آدم، سنة خير من وطئت قدمه الثرى صلى الله عليه وسلم. الآن بعض المسلمين للأسف سنن الغرب يحترمها، يأتيك واحد بلباس فاضح قبيح، حتى ذوق ما فيه، بنطال إلى أسفل إليته يخرج السوءة. ليش يا حبيبي؟ لماذا أخي؟ هذه الموضة، أنت متخلف، هذه الموضة، الموضة تطلع سوءتك. وقبل كم سنة مشقق، مع أن هذا الذي يلبس بنطالا ممزقا كان قبل أن تأتي هذه الموضة التعيسة ربما لو كان في بنطاله يعني
خرم بسيط أو ثقب بسيط لا يقبل. يقول شكون عن الناس؟ وقد يكون هذا الخرم لا أو الثقب لا يظهر. سبحان الله، والآن أصبحوا يتعمدون تمزيق هذه الملابس ليخرجوا بها. هين عقول هؤلاء؟ ومع ذلك نقول لهؤلاء الذين لا يحكمون بالعدل وقسمتهم قسمة ضيزة، نقول لهم احكموا بالعدل جماعة الخير. هذه الأمور التي ذوق ما في تقبلونها. طيب اقبلوا سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم التي جاءت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. لذلك أيها الأخوة لابد أقول أن نلتزم بهذه الأمور التي جاءت عن الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا موقف من المواقف التي تبين عزة نفسه وتبين نصرته وإعزازه لدين الله، ولذلك الله أعزه. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. عن عمر بن الرعيني قال: قدم المهدي المدينة، أحد الأمراء أو الخلفاء من بني العباس، قدم المدينة فبعث إلى مالك فأتاه فقال لهارون وموسى أحد أبنائه: اسمعا له، يعني لتأخذ عنه الحديث والعلم. وكان الخلفاء يعني في ذلك الزمان يحرصون، عندهم سنة طيبة جيدة. يأتي الخليفة أو الأمير لكثرة مشاغله وارتباطاته، هو يعني رجل دولة، فيمكن ما عند الوقت اللي يربي عياله أو يعني يعلمهم ويؤدبهم كما هو الوقت متوفر الرجل العامي. فالسنة عندهم عند الخلفاء والأمراء والسلاطين يأتون بالمؤدب، لكن من المؤدب يأتون به؟ ويأتون من جورج ومايكل وهؤلاء سقط الناس حتى يعلم الأتيكيت وشلون يأكل بالشوكة بدال إذن اليمين بدال اليسار ويخالف السنة، يقول لا هذا الأتيكيت. لا لا لا، لم يكن هذا التأديب. تأديبهم يخرج أدباء علماء فصحاء قادة عظام، فيأتون بسادات الناس ليعلموا أبناءهم ويؤدبوهم. لذلك اقرأ في سير السلاطين والخلفاء والأمراء، قلما تجد سلطانا أو أميرا أو خليفة إلا ولأولاده مؤدب، هكذا اسمه مؤدب، يؤدبهم ويعلمهم. فهنا أتى دعا الإمام مالك ليحدث وليعلم أولاده، فماذا قال من مالك؟ فبعث إليه فلم يجبهما، اعتذر الإمام مالك، فأعلم المهدي فكلمه فقال: يا أمير المؤمنين، يعني يقول للمهدي: لماذا ما ذهبت إلى هارون وموسى حتى تعلمهم؟ طبعا مو هارون وموسى الأنبياء، لا، هارون وموسى من أبنائه. فقال الإمام مالك: يا أمير المؤمنين، العلم يؤتى ولا يأتي. هذا من شرف العلم. أنت ما تطلب توصيل مطاعم، هذا عالم. وإذا أتى إليك فيه شيء من إذلال العلم، العلم يؤتى إليه، تبع علم اذهب إليه واثني الركب وتأدب وتواضع له لمن يعلمك. قف للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا، يقول ذلك شوقي القصيدة المعروفة. إذا رفض وقال: العلم يؤتى أهله. فقال المهدي: صدق مالك، صيرا إليه، اذهبا إليه. فلما صار إليه قال له مؤدبهما، شوف ظهر المؤدب الآن، والله ما كنت حضرته من قبل، قال صار إليه له مؤدبهما قال: اقرأ علينا. يعني المؤدب مع ذول الأولاد أولاد الخليفة ذهب إلى مالك وقال المؤدب، قال لمالك: اقرأ علينا، أتيناك الحين، لا تعتذر بعد. فقال الإمام مالك، قال: إن أهل المدينة يقرؤون على العالم،
يقول لا مو أنا اللي أقرأ عليك أنت، وهذه السنة، الطالب هو الذي يقرأ إلى يومنا هذا. يقول الطالب قال المصنف رحمه الله تعالى، ثم يبدأ يقرأ المتن ويقول له شيخ حسبك، ثم الشيخ يشرح، مو الشيخ اللي يقرأ. فقال إن أهل المدينة يقرؤون على العالم كما يقرأ الصبيان على المعلم، فإن أخطأوا أفتاهم فرجعوا إلى المهدي. قال هذا بتعبنا الإمام مالك. فبعث إلى مالك فكلمه، فقال الإمام مالك سمعت ابن شهاب يعني الزهري يقول جمعنا هذا العلم في الروضة. الروضة، الروضة اللي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، معروفة في المسجد النبوي. فيقول جمعنا هذا العلم في الروضة من رجال، وهم يا أمير المؤمنين سعيد بن المسيب، أبو سلمة، عروة، والقاسم، وسالم، وخارجة، وسليمان بن يسار، ونافع، وعبد الرحمن بن هرمز، ومن بعدهم أبو الزناد، وربيعة، ويحيى ابن سعيد، وابن شهاب، وكل هؤلاء يقرأ عليهم ولا يقرؤون. هكذا تلقينا العلم، يقول له إلى يومنا هذا أنت الذي تقرأ ولست أنا أقرأ عليك. فقال المهدي وكان منصفا، قال في هؤلاء قدوة، صيروا إليه فقرأوا عليه ففعلوا. إذن هذا موقف يبين عزة نفسه وتعظيمه للدين والسنة. ما قال والله مجرد الخليفة دعاني خلاص أفعل له ما يريد، أبدا، جعله يمتثل لهذا العلم العظيم. أيضا له يعني مواقف كثيرة لا أريد أن أطيل عليكم حقيقة، لكن مواقفه في قضية تورعه في الفتوى له مواقف كثيرة. يعني من ذلك يقول عن الهيثم بن جميل قال سمعت مالكا سئل عن 48 مسألة. أرجو أن ننتبه، سئل الإمام مالك عن 48 مسألة فأجاب في 32 منها لا أدري، 82 من 48 مسألة يقول لا أدري لا أدري لا أدري، ولم يستنكف ولم يستحي من قول لا أدري. ونحن الآن مصيبة، لا في زمن الله المستعان، يعني كثرة الفتوى والتجاسر على الفتوى والتجاسر على الكلام في شرع الله تبارك وتعالى. لا أقول ممن ينتسب لهذا العلم فقط، لا، حتى من عوام الناس تجد تجرؤ لا يحتمل على شرع الله تبارك وتعالى، يتكلم يقول هذا حلال وهذا حرام بكل أريحية ودون تلكؤ. أو بعضهم يقول أخي ما أظن، كيف ما أظن؟ ما يصلح تقول لحكم شرعي ما أظن، إما أن تقول نعم عندي علم فتتكلم، أو تقول الله أعلم. ما أظن ما يمشي، ما أظن ما أظن، يمكن، ما أعتقد أن هذا الأمر محرم. أو بعضهم، هذه كلمة حقيقة تضحكني كثيرا، عندما يقول يعني بعض العوام البسطاء اللي يعني قطعا ما عنده علم في الشريعة، وهذا ليس عيبا، يعني الله عز وجل ما أمرنا الجميع كل علماء، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. مو مطلوب كلنا نصير علماء شريعة. لذلك تجد من هؤلاء مثلا مسكين، والله أخي إذا سمع بحديث يقول يا أخي ما سمعت في الحديث هذا. ومن أنت حتى تقول ما سمعت؟ هل أنت البخاري ولا الإمام أحمد ولا يعني؟ يمكن مصيبة 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 حقيقة. هذه أمور مؤلمة مؤلمة. لذلك لابد أن يحذر الإنسان أشد الحذر من هذا المنزلق الخطير، ليقل عن شيء لا يعلمه لا أعلمه. وتذكر هذا الأثر العظيم عن إمام دار الهجرة، إذا ذكر العلماء فمالك النجم، يقول الشافعي رحمه الله، مع ذلك يقول عن 48 مسألة يقول في 32 منها لا أدري.
وكذلك عن خالد بن خداش قال: قدمت على مالك بأربعين مسألة فما أجابني منها إلا في خمس مسائل، وقال في 35 لا أعلم أو لا أدري. كذلك سأل رجل مالكا عن مسألة فقال مالك: لا أحسنها، ما أدري، لا أعرف الجواب. فقال الرجل: إني ضربت إليك من كذا وكذا لأسألك عنها، أتيتك من مكان بعيد وتقول لي ما أدري؟ يعني كان يقول عطري أي شيء مشي حالي فيه. فقال له الإمام مالك: إذا رجعت إلى مكانك وموضعك فأخبرهم أني قد قلت لك أني لا أحسنها. انتهت القضية. قل لهم إن مالكا لا يدري، قل لهم إن مالكا لا يحسنها. ولذلك عن سعيد بن سليمان قال: قلما سمعت مالكا يفتي بشيء إلا تلا هذه الآية بعده: إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. الله أكبر. عن عمرو بن زيد، ونقترب إن شاء الله من ختام هذا اللقاء، عن عمرو بن زيد وهو شيخ من أهل مصر صديق لمالك بن أنس قال: قلت لمالك: يا أبا عبد الله، يأتيك ناس من بلدان شتى قد أنضوا مطاياهم، الإبل أتعبوها في المجيء إليك، وأنفقوا نفقاتهم، يسألونك عما جعل الله عندك من العلم، يريدون الفتوى منك أنت تحديدا لثقتهم بعلم مالك، تقول لهم لا أدري وقد أتوك من مكان بعيد. فقال يقول له لمن مالك، قال: يا أبا عبد الله، يقول هذا الشيخ المصري، يقول له: يا أبا عبد الله، يأتيني الشامي من شامه، والعراقي من عراقه، والمصري من مصره، فيسألونني عن الشيء لعلي أن يبدو لي فيه غير ما أجيب به، فأين أجدهم؟ يقول: ممكن يأتيني هذا الشامي الآن وسألني عن كذا، قلت له يجوز، ثم ذهب إلى حال سبيلي، ذهب إلى دياره، ثم بعد ذلك بحثت أكثر وتعلمت أكثر، فبدا لي أن الصواب على خلاف ما أفتيته به. قلت له يجوز وما يجوز. طيب وأنا حصل هذا الآن شلون وتحمل وزره في ذلك اليوم العظيم؟ انظر لهذا الورع من هذا الإمام الكبير. ثم قال عمرو: فأخبرت الليث بن سعد بقول مالك، كان ناصرا للسنة، معظما لمنهج أهل السنة والجماعة، قامعا للبدعة عليه رحمة الله، ليت لنا بمالك في هذا الزمان حتى يقمع هؤلاء الرويبضات الذين أخذوا ينعقون في الفضائيات والصحف ووسائل الإعلام. كان عليه رحمة الله يقول كما قال مطرف ابن عبد الله، قال: سمعت مالكا يقول: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا، يعني الخلفاء الراشدين، الأخذ بها اتباع لكتاب الله، واستكمال بطاعة الله، وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها، ولا النظر في شيء خالفها، من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وكذلك حدث أبو ثور عن الشافعي أنه قال: كان مالك إذا جاءه بعض أهل الأهواء أهل البدع قال: أما إني على بينة من ديني، وأما أنت فشاك، اذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. كلمة جميلة نحتاجها في واقعنا الآن، في واقع الإنترنت والبالتوك والفضائيات، نحتاجها. أصبحت الآن خلاص فضاء مفتوح، بعض الناس أصبح عنده هواية الدخول على هذه المواقع التي تثير الشبه، وخلاص اسمع يا أخي بدافع الفضول، وهو غير محصن المسكين، بضاعته مزجاة في عقيدته
وفي نصوص الكتاب والسنة فيتلقف هذه الشبه ثم تستقر في قلبه فلا يستطيع أن يخرجها، فيعيش في حيرة من أمره، وإن كتب الله عز وجل الهداية مرة أخرى يزال مزعزعا مضطربا. هذه الشبه يعني تقفز إلى ذهنه وقلبه بين فتاة وأخرى. ذلك العلماء كانوا ما يجاملون، حد فاصل، سور الصين إن شئت أن تقول، برزخ بينهم وبين أهل البدع. لذلك قلت لكم نقلا، ما أنا إلا ناقل لكلام أهل العلم، حرام، لا يجوز الدخول على هذه المواقع التي تثير الشبه، كمواقع الرافضة أو مواقع عبدة الشيطان أو مواقع الملاحدة أو يقول ما شئت، أو النصارى، لا يجوز، ليس لكل أحد، إلا من أتاه الله علما في دينه أولا وعلما بمذهب هؤلاء ويدخل لهذه المصلحة لرد باطلهم ونقاشهم، وهذا معلوم ليس لكل أحد. والله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. انظر الإمام مالك لم يغتر بعلمه وإمامته، يقول لا أنا أكيد برد عليه، مع ذلك أغلق الباب، ليش حقا دخلت علي؟ لماذا أتيتني أيها المبتدع؟ أنا بحمد الله عز وجل على يقين من ديني، وأنت شاك في دينك، فاذهب وابحث عن شاك مثلك لتخاصمه. الله أكبر، كلمات عظيمة مختصرة، وهي منهج سلفي أثري عن هذا الإمام الكبير. القاضي عياض يقول، ونختم بهذا الموقف حتى نذكر وفاته، قال أبو طالب المكي: كان مالك رحمه الله أبعد الناس عن مذاهب المتكلمين، أهل الكلام وأهل الصفصطة الفلاسفة، هؤلاء أخذوا العلم، هذا العلم السيء أخذوه عن فلاسفة اليونان، أرسطو وأفلاطون وهؤلاء المخابيل، ثم أدخلوه في شرع الإسلام. ولذلك أحد أمرائهم في الدولة الرومانية، ما لا أذكر أين تماما، ما يحضرني الآن، جاء إليه أحد جنوده عندما أتى الفتح الإسلامي وقال: يعني أدرك قد أخذ المسلمون هذه الكتب؟ قال: دعهم يأخذوها، عطهم، بالعكس الحمول علينا بعد، دعهم يأخذوها، فوالله ما دخلت على دين قوم إلا أفسدته. وصدق، علم الكلام صفصته كلام فاضي، يبعدك عن الوحي، عن نصوص الكتاب والسنة. يجلس 10 سنين 100 سنة فقط ليثبت لك البديهيات، هذا علم، هذا يصنف ويؤلف ويدرس ويعلم وحالته حالة حتى يثبت لك أن الشمس طالعة في رابعة النهار. طيب الشمس طالعة في رابعة النهار، إيش المشكلة يعني؟ وهل يحتاج هذا إلى دليل؟ وهل يصح في الأذهان شيء إن احتاج النهار إلى دليل؟ هذا هو علم الكلام، علم فاضي. فلذلك أهل البدع دخلوا على هذا الدين وأفسدوا ما أفسدوا فيه من هذا العلم، علم الكلام. لذلك كان علماء السلف يحذرون من علم الكلام ولا يقبلونه. لذلك كان يقول كما قال هنا أبو طالب المكي، قال: كان أبعد الناس، كان مالك، عن مذاهب المتكلمين، وأشد نقدا للعراقيين، طبعا العراقيين ليس لجنسهم ولكن لأن هذا الأمر تفشى بينهم. قال: ثم قال القاضي عياض: قال سفيان بن عيينة: سأل رجل مالكا، هذه قصة معروفة مشهورة، فقال: الرحمن على العرش استوى. شوف 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 كيف أهل البدع يضربون نصوص الكتاب بعضها ببعض، ويتركون المحكم الواضح ويذهبون للمتشابه، وهذه علامة الزيغ والضلال. فقال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أعوذ بالله، تسأل عن صفة من صفات الله كيف هي؟ شوف التطاول على 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 ربنا تبارك وتعالى. قال: كيف استوى؟ والاستواء
هو الارتفاع والعلو. فالرحمن على العرش استوى، أو قوله سبحانه وتعالى ثم استوى على العرش، والله ذكر استواءه على عرشه في 7 مواطن من القرآن الكريم كما قال ابن تيمية رحمه الله. الاستواء هو العلو والارتفاع، يعني على عرشه واستوى، وهو غني عن عرشه وكرسيه سبحانه وتعالى، وجميع الكون مفتقرون إليه. لكن هذا نهج للبدع. فقال الإمام مالك: فسكت مالك حتى علاه الرحضاء، الرحضاء يعني العرق، وانتقع لونه وتغير من عظم هذا السؤال، لأنه إنما يخشى الله من عباده العلماء، فمن كان لله بالله أعلم كان لله أخوف، كأنه قف شعره من هذا السؤال. فسكت وعلاه الرحضاء العرق، ثم قال هذه الكلمات الذهبية، قال: الاستواء معلوم، والكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب. هذه قاعدة في نهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. ثم قال لهذا الرجل: وما أراك إلا مبتدعا، وأمر أصحابه أن يخرجوه من مجلسه، وذلك تبكيتا له عليه رحمة الله. الإمام مالك ابتلي ببلاء نذكره باختصار، أنه كان يفتي بأن طلاق المكره لا يقع. يعني لو أحد، العفو بالكلمة هذه، أتاني شخص، أتاني ووضع على رأس السلاح وقال: يا أبا محمد طلق زوجتك، وطلقتها، هل الطلاق يقع أو لا يقع؟ الإمام مالك كان يقول: ما يقع، لأنه مكره. إذا المكره قال كلمة الكفر لا يكفر، بنص القرآن الكريم: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. فالخليفة ما راق له هذا الكلام، كان يريد أن، طبعا مالك يعني استخراج الفتوى منه أمر مهم، نظرا لأنه من العيار الثقيل، الناس سيتبعونه، فكان الخليفة يريد أن يرغمه، أن يجبره أن يفتي بهذه الفتوى، أن يقول طلاق قل مكره يقع، فكان يأبى حتى منعه، قال: خلاص ما تكلم. ثم دس له دسيسة، واحد جاسوس قال: ما تقول في طلاق المكره؟ قال: ما يقع. فقام هذا الجاسوس ووشى به عند السلطان، فأخذوا الإمام مالك وحلقوا لحيته، وكان هذا من العقوبة في زمانهم، وجلدوه. تخيل إمام بهذا الحجم يجلد، وضرب حتى خلع كتفه، خلع، حتى يقال، وهذا يحتاج حقيقة إلى تثبت، لكن يقال بأنه بعد ذلك كان يصلي وقد أسدل يديه، يعني ما يجتف مثلنا، مثل يعني الوارد في السنة، كان يسدل يديه، حتى أنه أخذ عنه، يعني بعض المالكية يصلون وهم يسدلون أيديهم، كانوا يعتقدون أن الإمام مالك كان يفعل هذا الأمر سنة، مع أنه فعله عجزا، ما يقدر، لأن كتفه قد خلع من الضرب وشيء من التعذيب الذي ناله عليه رحمة الله بسبب صلابته وثباته على الحق، ولم يعني ينطق بما أراده هؤلاء الذين ظلموه عليه رحمة الله. توفي عليه رحمة الله رحمة واسعة بعد يعني فترة طويلة من العلم والجهاد، وقد صنف كتابه العظيم الموطأ، وسماه الموطأ كما قال هو، قال: عرضت كتابي هذا على 70 فقيها من فقهاء المدينة، فكلهم واطأني، يعني أقرني واطأني عليه، فسميته الموطأ. وموطأ الإمام مالك معروف
بل قال أهل الحديث بأن من جاء بعده كالبخاري ومسلم وأصحاب السنن أخذوا من هذا الكتاب العظيم الذي فيه من الفوائد الشيء الكثير. توفي عليه رحمة الله رحمة واسعة، وقد عمر، بلغ من العمر 89 سنة، ومات 79 عليه رحمة الله. وكان في مرضه يقول كما قال إسماعيل بن أبي أويس قال مرض مالك فسألت بعض أهلنا عما قال عند الموت، قالوا تشهد، ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم. قال تشهد ثم قال لله الأمر من قبل ومن بعد، وفاضت روحه إلى بارئها عليه رحمة الله بعد أن قضى حياته الطويلة في جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفي تعليم الناس وإرشادهم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلى السنة والتمسك بالسنة ومحاربة البدع عليه رحمة الله، حتى خلف هذا الفقه الكبير الذي أصبح له أتباع في مشارق الأرض ومغاربها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم الإمام مالك رحمة واسعة، وأن يجازيه خير ما جاز إماما عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا وإياه في الفردوس الأعلى مع الحبيب عليه الصلاة والسلام. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.